كل اللي عنده أزمة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عليك ديون، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مهموم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عايز ربنا يكرمك بزوجة صالحة، عايز ربنا يكرمك بزوج صالح، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عايز تعيش حياة سعيدة ومرتاح البال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مين فينا مشغول بذكر ربنا؟ ذكر ربنا أكبر شيء في الدنيا، ولا ذكر الله أكبر؟ أكبر من الفلوس والبيوت والشغل، أكبر من كل حاجة. رجل شاف ملك سيدنا سليمان فانبهر به، فقال: سبحان الله، ما أعظم ملك سليمان. فسمعه سيدنا سليمان فقال له: يا هذا، لتسبيحة واحدة في صحيفة المؤمن خير من سليمان وملك سليمان وآل سليمان. فسليمان يفنى والتسبيحة تبقى، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. الذكر جنة الدنيا، نعيم الدنيا. نعيم الدنيا مش ذهب وحرير وبس، في نعيم تاني، نعيم حقيقي، هو نعيم ذكر الله. والله محروم اللي اتحرم من ذكر ربنا.